بتقول الأفلاك لمواليد الثورة بتاني أسبوع من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2022. يا عزيزي، الفترة يلي بتوقع بين يوم الثلاثة والأربعة من هالأسبوع مميزة جدا وواعدة. إذا ببلش الأسبوع بيومين كتير واعدين، بتطرأ أحداث مهنية بتخليك متألق مبدع مشرق وقادر إنك تكسب الإعجاب محل ما بتروح. بس هالشي بيفرض عليك العمل والسعي وعدم الإهمال أو التكاسل. على كل حال أنت مش كسلان، مولود الثورة شخص بحب كتير يشتغل ويعمل وما بحب يضيع وقته. القمر بيكتمل ببرجك، نعم بهالأسبوع في اكتمال للقمر ببرجك، وبيخليك هالقمر محط الأنظار، ويمكن يحمل لك كمان علاقة عاطفية أو شراكة مهنية مميزة جدا، ولازم تسابر بعدها على أعمالك، وخاصة بين الخميس والسبت، بين الخميس 10 والسبت 12. هالأيام صالحة جدا لبحث شؤون مادية، يمكن تحظى بمكافأة، بهبة، بمجاملة حلوة بين الأحد والتنين، بين الأحد 13 والتنين 14، يعني بآخر الأسبوع في عندك مفاجأة، مكافأة، كلمة حلوة ونجاح، إما بمبارزة إما بمواجهة بين معك ومع شخص تاني. إذن هالأسبوع جيد عزيزي الثور.